مقاديرنا هتكون عبارة عن 400 جرام من السميد، ويفضل السميد متوسط الحجم اللي هو بيبقى حجمه وسط، لا ناعم قوي ولا خشن قوي. عندنا كوباية من السكر، نص كوباية من العسل الأبيض، كوباية ونص من المية، هنحتاج كمان نص كوباية من السمنة البلدي، طبعا السمنة البلدي بتفرق جدا جدا في الحلويات، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر أو من البيكنج صودا سوري، تمام، هنستخدم بيكنج صودا، رشة ملح، ومعلقتين كبار طحينة بيضة علشان ندهن بيها الصينية. الشربات بتاعنا أو السيرب اللي هنستخدمه النهاردة هيبقى 3 كوبايات سكر على كوبايتين مية، والتزيين براحتك جدا، هما طبعا الفستق عندهم برضو ما شاء الله بوفرة، فهنزين النهاردة في فستق، تقدري تستخدمي أي نوع مكسرات، تقدري كمان انك انت تعمليها سادة. وتعالوا بينا يلا نشتغل ونشوف هنعمل ايه. في البداية عندنا بولة، نجيب بولة كده، بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما اتفقنا السميد عندنا النهاردة وسط، يعني لا ناعم قوي ولا خشن قوي، نوعية كويسة طبعا، كل ما كانت النوعية كويسة كل ما خدنا نتيجة هايلة جدا. بسم الله، ادي سميد البسبوسة، هبدأ احطه في البولة. عندي كمان البيكنج صودا، ومهم جدا ان احنا نستخدمها في الوصفة دي، وعندنا كمان السكر، هقلبهم مع بعض كويس كده. دي المواد الجافة اللي معانا، هتلاحظوا ان المقادير سهلة وبسيطة جدا، ما فيهاش اي تعقيدات ولا حاجات كتير بالشكل ده. هاخد العسل الابيض وهضيفه، ونص كمية السمنة، وهنعمل ايه دلوقتي؟ هبدأ اخلط وبس دقيق البسبوسة بالسمنة والعسل كويس جدا، عايزين كده نغلف دقيق السميد بالسمنة وكمان العسل. حطينا بس يدوب الدقيق، وحطينا بيكنج صودا نص معلقة، وهبتدي أبسهم مع بعض. هجيب بس ذرة بسيطة خالص خالص من الملح، بس كده، يلا بينا ونخلط كويس أو نبس كويس الدقيق البسبوسة أو دقيق السميد بالشكل ده، تمام، هايل. خلاص مفيش دقيق دلوقتي عندي، مطلوش السمنة ولا العسل، جاهزين كده، تمام قوي. هعمل ايه دلوقتي؟ هبدأ انزل المواد السائلة اللي عندي، والنهاردة هي المية. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بقى مش مضطرين خالص، او مش مضطرين، مش لازم ان احنا نعجن تماما، مجرد ان انا بس هقلب كده المكونات وتتجانس مع بعضها، مش اكتر من كده، تمام. يلا بينا، مش هعجن خالص، انا هقلب بس. شايفين صوابعي عاملة ازاي كده اهو، ويلا هلف الف بس المكونات مع بعض. العجن الكتير هيخلي الدقيق يعمل عرق وتنشف معانا الهريسة في الفرن، بس كده. الصينية بتاعتنا هندهنها بالطحينة، ويفضل الطحينة اللي هي البيضة، تمام، عشان ما تغيرليش من لون الهريسة، وكمية بسيطة خالص. أنا عايزة بس أعمل طبقة عزلة عشان ما تلزقش معايا الهريسة في الصينية بالشكل ده، زي الفل، تمام، تمام جدا. هنعمل إيه دلوقتي؟ هفضي خليط الهريسة، بس قبل ما أفضيه عايزة أوريكوا حاجة، أوريكوا القوام شكله عامل إزاي عشان نبقى كلنا عارفين. بصوا بصوا القوام إلى حد ما خفيف، يعني سايل شوية بالشكل ده، وإحنا بنفضيه هيبان معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، إيه الصينية بتاعتنا مقاس 28،
لازم الهريسه تبقى عاليه شويه، مش زي البسبوسه بتبقى بارتفاع 2 سنتي. ايه عملنا الهريسه ده شكلها اول ما اتعملت، سايله خالص، شايفين عامله ازاي؟ زي المهلبيه كده سايبه خالص. طيب هل هنقدر ان احنا ندخلها دلوقتي الفرن على طول عشان تستوي؟ لا، ودي تكه بقى من المطبخ الاردني، ان احنا لازم نسيبها ترتاح. هما بيقولوا نسيبها تخمر، تمام؟ هنسيبها تخمر قد ايه؟ مش اقل من 6 ساعات، ويفضل انك انت تعمليها من ليله قبلها علشان تاخدي نتيجه هايله. طيب بعد الليله شكلها بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى شكلها معانا بالشكل ده، جمدت خلاص، الدقيق شرب السوائل كلها وانتفخ، وبالتالي لما اجي ادخل الفرن الهريسه بتاعتي هتبقى هشه كده ومرمله ومستويه وزي الفل، تمام؟ يبقى هنا التكه المهمه ان انا بعد ما بعمل الهريسه واخلصها خالص هغلفها بقى واحطها في الثلاجه ليله كامله، او ممكن في المطبخ عادي جدا، او على الاقل 6 ساعات. بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده هجيب شويه ميه صغيرين خالص، تمام، وهنبدا ان احنا ايه نشتغل فيها. بصوا بعد ما قعدت معايا ليله خمرت زي ما بنقول، هنعمل ايه؟ هبل بس وشها ميه بسيط خالص، يعني نقطه ميه كده حوالي معلقه، هوزعها بالشكل ده. انا كده هحاول بس اطري الوش بتاعها، وابتدي احط المكسرات، تمام؟ احنا كمان لا، في حاجه قبل ما نحط المكسرات، ان احنا هنقطعها، ده ضروري جدا ان هي تتقطع قبل ما تدخل الفرن، تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نشيل الكلام ده كله كويس كده، تسلم، بالشكل ده. التقطيعه بقى دي هتخليها كمان لما نيجي نسقيها بالشربات هتبقى هايله جدا كده. زي الفل، وهبدأ ان انا ازينها. تقدري تعمليها سادة، تقدري تعمليها بالمكسرات زي ما تحبي. انا هخلي بس علامات كده علشان نمشي عليها بالسكينة بعد ما تستوي، وهبتدي اضغط المكسرات عشان تمسك عليها. زي الفل. الفرن بتاعنا على كام؟ انا مش هبل الفستق، هو عندهم او في الاردن في بعض الوصفات انك انت تبلي الفستق في ميه علشان ما يتحرقش معاكي في الفرن، انا مش هبله ولا حاجه وان شاء الله يطلع زي الفل، تمام؟ وتعالوا بينا على درجه حراره 180 ندخلها على الرف الوسطاني لغايه ما تاخد لون ذهبي جميل، وبعدين نطلعها ونقدمها بالالف هنا وشفا بعد ما نكون عملنا لها السيرب. يلا بينا ندخلها الفرن. تمام بالشكل ده، تمام. يلا بينا نقفل بقى الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني لغاية ما تاخد معانا لون ذهبي، ونبص بص على الهريسة بتاعتنا. ايه الأخبار؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بدأت تاخد اللون، يا دوبك الشربات هيغلي وهي هتطلع من الفرن واسقيها هي سخنة والشربات سخن، تمام؟ على درجة حرارة 180 بتقعد في الفرن حوالي من ربع ساعة ل 25 دقيقة على حسب، برضو عشان لو في سكر لازق تحت ولا حاجة هدي تقليبة، ومجرد ما يغلي دقيقتين بالظبط هرفعه من النار واطلع الهريسه واسقيها على طول بالسيرب السخن. والشربات ربنا يبارك لنا فيك يا استاذ حمدي والله. اه ده احنا بص بالظبط، يعني والله يسلم، شايفين تحفه جدا. انا بس منتظره دي تغلي على طول، المفروض كنت حطيتها من قبل بشويه، هنقلها هنا اقوى شويه، تمام. خلي ده هنا، حط دي هنا عشان تغلي معانا سريعا. اهي بدات تغلي على طول وهي سخنه كده، والهريسه لسه طالعه سخنه من النار، على طول على طول هنبدا نسقيها.
زي ما قلنا تغلي دقيقتين بالظبط، وبعدين نسقي بيها الهريسة. يلا نسمي كده بسم الله. انا هجيب صينية تانية احطها فيها او طبق علشان ما نبهدلش الدنيا. لو فرضا خرج مننا شربات زيادة فيبقى في طبق. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى عندنا في البيت نراعي الحتت دي عشان التلزيق والسكر الزيادة. شايفين معايا كل ما بتسقي هتلاقيها عمالة تتشرب معاكي، ده دليل على نجاح الهريسة. وضروري زي ما قلنا شربات سخن، هريسة سخنة لسه طالعة من الفرن عشان ناخد نتيجة هايلة. بالشكل ده اديها كل ما بتشرب تديها على طول. شايفين عمالة تمتص الشربات. ده دليل ان هي 10 على 10 على فكرة. عطشها ده دليل على انها ممتازة، هتطلع معانا طرية وجميلة جدا زي الفل. هنسيبها بقى تشرب الشربات بتاعها. شايفين الهريسه بتاعتنا مش قادره اقول لكم جميله قد ايه. تمام، عايزاكم بس تيجوا معايا كده نبص بصه. شايفين معايا الهريسه قد ايه طريه، باين خالص خالص. بصوا ايديا بتغرز فيها تحفه. انا هقطع منها حته بس ايه، المفروض ان انا اسيبها على الاقل ساعتين ثلاثه تبرد تماما علشان اعرف اقطع منها وتطلع معايا كده القطعه بقطعتها متماسكه. بس في اخر الحلقه هنقطع منها حته عشان نشوفها برده من جوه اخبارها ايه. معلش اسمحوا لي هقطع بس حته من الهريسه، حتى لو هتتهري مننا مش مشكلة، احنا قلنا لازم تستنى تبرد. يلا بينا. بصوا بصوا الهريسة قد ايه طرية، باين معانا اظن جدا جدا. بسم الله. واو، لا ايه الحلاوة دي بجد. بصوا ما كانش ينفع اطلع من غير ما اقطعها. شايفين شكلها هايله، ريحتها حلوه جدا جدا، تحفه جدا.